بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الملك خالد الخيرية، مركز الملك خالد الإرشادي، مقرأة جامع الملك خالد بالرياض تقدم شرح منظومة الشاطبية، حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع لفضيلة الشيخ المقرئ عدنان بن عبد الرحمن العرضي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من دروس شرح منظومة الإمام المبارك القاسم ابن فيره ابن خلف ابن أحمد الشاطبي الرعيني رحمه الله تعالى، الموسومة بحرز الأماني ووجه التهاني والشهيرة بالشاطبية أو الشاطبية الكبرى. والشاطبية الصغرى هي العقيلة، عقيلة أتراب القصائد الرائية. والشاطبية الكبرى اللي هي حرز الأماني ووجه التهاني أيضا اشتهرت بلامية الشاطبي. وكنا قد توقفنا في آخر الدروس عند باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وقدمنا لذلك الباب بمقدمات نعيد بعضها باختصار شديد. باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. الفتح هو فتح القارئ فاه بلفظ الحرف أي الألف، وقال بعضهم هو النطق بالألف مركبة على فتحة غير ممالة، وقيل الفتح استقامة النطق فاستقامة النطق بالألف والفتحة، وهو تعبير جميل. استقامة النطق بالألف، أما تقول قال مالك إياك تطلع الألف مستقيمة، والفتحة كذلك إياك مالك أولئك. وإحنا قلنا أن فتح العربي فتح إيه؟ متوسط، فتح متوسط يعني لا يفتح فتح زائد. والاستقامة، استقامة النطق بالألف أو بالفتحة أن لا يأتي فيها انحدار أو ميل. بعضهم مثلا يقول أولئك ما مالك العالمين، لا العاء مالك وأولئك. والإمالة لغة التعويج والإحناء، واصطلاحا تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه. تقريب الفتحة من الكسرة، أما قول والضحى حاء هذا فتح، والضح بدل حاء صار حاء، والضح صارت تقريبا للفتحة من الكسرة والألف من الياء. قال من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه، هذا مهم، لأن بعضهم يقول مثلا والضح حي حي، هذا قلب خالص، هذا قلبنا الفتحة إلى كسرة، هذا قلب خالص، ما نريد قلب خالص، إنما نريد تقريب فقط، تقريب الفتحة من الإيه؟ من الكسر. بدل وضحى حي
لا حي بينه والضحي من غير قلب خالص ولا إشباع مبالغ فيه. وإذا أطلقت الإمالة قصد بها هذا، إذا أطلقت الإمالة قصد بها هذا اللي هي الكبرى، إمالة الكبرى. وتسمى أيضا الإضجاع والبطح، وهي لغة عامة أهل نجد. طبعا هذا في القديم، أهل نجد الآن لا يميلون. وحروفها الألف والهاء والواو، يعني والراء. الحروف التي تقع فيها الإمالة هي هذه الحروف الثلاثة، الألف والهاء والراء. أما التقليل اللي هو قال فيه في العنوان بين اللفظين، قال النطق بالألف بحالة بين الإمالة المحضة والفتح المتوسط، ويقال له التلطيف، وبين بين وبين اللفظين والإمالة الصغرى. يعني عندي والضحى والضحي، هذه الفتح الفتح، وهذا الايه الإمالة الكبرى. بينهما ها والضحى حاء 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 ها مفتوح الفم اهو شفتين، والضحى والضحي هذه الايه الإمالة الكبرى، وبينهما الإمالة الصغرى أو بين بين والضحى والضحى. ويقال له التلطيف، وبين بين وبين اللفظين والإمالة الصغرى. وهناك بعض المتقدمين يقول عن الفتح التفخيم، ويقولون عن الإمالة التلقيق، وذكر ذلك الشاطبي في نهاية الباب، قال وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وقفا ورققوا تفخيمهم في النصب أجمع وقد يقال للفتح الفغر، فغر الفم، وللإمالة البطح. وهذه عبارات كان يستخدمها المتقدمون. وهل الأصل الفتح أم الإمالة؟ خلاف، اختلفوا هل الأصل هو الفتح أم الإمالة. والأقرب أن الفتح هو الأصل، لأنه لا يحتاج إلى موجب. يعني الفتح لا يحتاج نقول هو فتحت عشان كذا، لا هي فتحت وخلاص، وهذا لأنه لا يحتاج إلى موجب أو سبب. أما الإمالة فتحتاج إلى سبب، يقولون إما لكسرة منوية أو موجودة، يعني كسرة منوية في الكلمة أو موجودة. ولأن كل ما يمال يفتح، يعني أي كلمة فيها إمالة ها فيها لغة بالفتح ولا عكس. أنا أقول مثلا والضحي، من يميل سنجد من العرب من إيه من يفتح، لكن العكس ليس موجودا. يعني لو قلت مثلا إياك مثلا فيها فتح صح، الألف مفتوح، هل حد يميلها؟ فليس يعني كل ما يمال ها يفتح، يفتح في لغة القبائل الأخرى. يعني إذا أملته بعض القبائل العرب فبعضهم إيش يفتح، ولا عكس، ليس كل ما يفتح يجوز أن يمال. أسباب الإمالة تعود إلى كسرة، يعني السبب الأساسي في الإمالة يعود إلى كسرة أو ياء، سواء كانت الكسرة موجودة في اللفظ أو منوية. مثلا نمثل للموجودة، أصحاب النار مثلا، أصحاب النار في كسرة ولا لا؟ في كسرة. أو ياء الضحى، بلاش الضحى، خلينا نشوف مثال آخر، قلى، ما ودعك ربك وما قلى. قال قليت، ظهرت الايش الياء، فاذا ظهرت الياء في الكلمه او في بعض تصاريفها خلاص، اذا هذه مو مدعاه للاماله في لغه منوية. طيب مثلا كلمه جاء عند من يميل جاء،
هل تظهر الكسرة؟ تظهر، لا تظهر في جاء، لكن تظهر في بعض التصاريف. جئت ظهرت فيها كسرة، المجيء ها هو المصدر ظهرت في الياء، وهكذا. يجيء ظهرت الياء لما حطتها مضارع ظهرت في الياء، فلهذا نقول كسرة موجودة أو منوية أو موجودة في بعض التصاريف الكلمة. فائدة الإمالة سهولة اللفظ، لأن الإمالة انحدار. طبعاً هي سهولة اللفظ عند أصحابها، إحنا بالنسبة لنا قد نجد فيها صعوبة، لأن حياتنا كلها تعودنا على الإيه؟ الفتح، الله يفتح الجنة. فقال أن الإمالة انحدار، والانحدار أسهل من الإيه؟ من الارتفاع. وقد يكون ذلك تقريبا من الأصل، يعني الذين يميلون يقول هي أصلها ياء، فإحنا نميل حتى نقرب من الإيه؟ من الأصل. والتشاكل في اللفظ هذا في حال مثلا رؤوس الآية اللي تسير على وتيرة واحدة، والقراء بين مقل ومكثر من الإمالة، فأكثرهم إمالة حمزة والكسائي، وينضاف إليهم خلف العشر من العشرة. وهناك من القراء من لم يمل شيئا مطلقا، وهو الإمام ابن كثير وأبو جعفر من العشرة. وهناك من أمال على قلة أو متوسط، فمن المتوسطين مثلا في الإمالة ورش وأبو عمرو، وفي بعضهم يضمهم إلى المكثرين، وكذلك بعضهم يأتي في المرتبة ابن عامر أو ابن ذكوان ثم هشام ثم عاصم. والأصل إذا قلنا الإمالة هي الإمالة الإيه؟ الكبرى. وفي بعضهم يتحول عنده الأصل إلى الصغرى كورش وأبي عمرو، فالأصل عندهم الإمالة الصغرى. ذكرونا في نهاية المجلس نقوم ببعض التطبيقات على الفتح والتقليل والإمالة في آخر المجلس. نبدأ الأبيات. بسم الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشيخنا وعلمائنا وجميع المسلمين. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا، وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. هدى واشتراه والهوى وهداهم، وفي ألف التأنيث في الكل ميلا. وكيف جرت فعلا ففيها وجودها، وإن ضم أو يفتح فعالا فحصلا. وفي اسم في الاستفهام أنا وفي متى معا وعسى أيضا أمالا وقل بلا. وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على. وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتلا. قال الناظم رحمه الله: وحمزة منهم والكسائي بعده أمالا ذوات الياء حيث تأصلا. حمزة منهم أي من القراء السبعة، وهم لم يجري ذكر للقراء في هذا الباب من قبل، لكنه مفهوم من السياق. الضمير دائما يعود على أقرب مذكور، ولم يجري هنا ذكر للقراء السبعة، وإنما هو موضوع الكتاب كله هو اختلاف القراء السبعة. فلذلك وحمزة منهم والكسائي بعده
أي من القراء السبعة حمزة والكسائي، وقال بعده لأن الكسائي في الطبقة التي بعد حمزة، وهو أيضا ممن قرأ على حمزة وأفاد منه، بل مادة قراءته عامة مادة قراءة الإمام الكسائي هي من قراءة حمزة رحمهما الله. قال: أمال ذوات الياء حيث تأصل. الألف هنا في أمال ما؟ ألف ماذا؟ ألف التثنية. ألف التثنية. ألف التثنية. ألف التثنية. قال: أمال ذوات الياء حيث تأصل. طيب. صغر ولا كبر كده. فقالوا أنهما أمالا كل ألف متطرفة أصلية منقلبة عن ياء تحقيقا. قال: أمالا ذوات الياء حيث تأصلا. قال الشراح: أمالا كل ألف متطرفة أصلية منقلبة عن ياء تحقيقا، سواء وقعت في فعل أو اسم، وسواء رسمت في المصاحف ألفا أو ياء. طيب نشوف التعريف هذا. قال: أمال كل ألف أصلية. إن هنا الكلام عن الألفات اللي هي أصلها ياء. قال: ذوات الياء حيث تأصل أصلية، احترز بها عن الزائدة. الزائدة في مثل مثلا قائم ونائم ونحوها وصائم، هذه الألفات زائدة. وبالمتطرفة عن المتوسطة ككلمة نمارق مثلا، نمارق فيها ألف صح؟ وفي بعدها راء مكسورة، كنا الراء من الحروف التي تمال وفي كسرة موجودة، لكن هذا كلام القراء دائما على المتطرفة، المتطرفة اللي هي يعني الأخيرة. وبالمنقلبة عن ياء، وبالمنقلبة عن الياء عن المنقلبة عن الواو. المنقلبة عن الياء مثل رمى، رميت، وقضى، قضيت، وسعى، سعيت، هذه منقلبة عن ياء. احترز بكلمة منقلبة عن ياء عن المنقلبة عن واو، مثل نجا، نجوت، وعفى، عفوت وهكذا. واحترز كذلك من الألف المعوض بها عن التنوين، مثل عوجة وهمسة وكذا، هذه لا تدخلها الإمالة بحال. أو ألف المثنى يصلح ويخاف، هذه ليست منقلبة عن الياء وليست أصلية، إنما هي ألف زائدة. طيب تحقيقا، قال في بقية التعريف: أمال كل ألف متطرفة أصلية منقلبة عن ياء تحقيقا. لماذا قال تحقيقا؟ لأن بعض الألفات مختلف في أصلها، هل هي أصلها ياء ولا أصلها واو أم لا يعرف لها أصل. فأكثر الألفات التي لا يعرف لها أصل لا تمال أكثرها، وإن كان في بعضها اختلف فيه وأبي. والتعريف عباراته يعني لا نقول إنها جامعة مانعة من عرف، لأن في بعضها ترد عليه بعض الإرادة. قال: وتثنية الأسماء تكشفها. يعني كيف نعرف إن الكلمة هذه فيها إيه؟ هي يائية. وقل أمال ذوات الياء، كيف نعرف إنها يائية؟ قال: وتثنية الأسماء تكشفها. مثلا هدى، ما مثناها؟ هديان. هوى، هويان. فهذه فتيان. فإذا يعني ثنيت الكلمة
وظهرت فيها الياء فهي من ذوات الياء التي تمر. طيب نجيب أشياء ما فيها ياء عشان نعرف الفرق. مثلا عصا، عصوان، صفا، صفوان. طبعا هندخل في إشكال يعني عدم إلمام البعض باللغة، فقد يأتي يقول لك عصا عصيان، ما في مشكلة. أو عصيتين، صفا صفيان. طبعا من يدرس أو من يدرس القراءات لا بد له من العلوم، علوم الآلة الضرورية وليست من النوافل، من علوم الآلة الضرورية علم اللغة. لا بد أن يحيط علما يعني باللغة نحوا وصرفا على الأقل، لا بد أن يحيط بها نحوا وصرفا على الأقل. وليبدأ بمختصر من المختصرات كالآجرومية أو غيرها وشروحها أو قطر الندى أو غير ذلك من المختصرات، ولا يقبل أقل من ذلك، لأن أقل من ذلك يعني العدد. أقل من ذلك أقصد من مستوى الدراسة، مش لازم نفس المتن أو نفس الكتاب، لكن أقل من ذلك هو العدد، إنه ما عنده فكرة، وبالتالي لا يحسن صرفا ولا نحو. ويعني مشهور قول الإمام عبد الغني الحصري، وليس الحصري المعاصر رحمه الله، قد يدعي علم القراءة معشر وباعهم في النحو أقصر من شبري. يعني من ينتسب لهذا العلم، في بعضهم يدعي علم القراءة ويدعي دراسته للقراءات، وباعهم في النحو أقصر من شبري، المامهم وعلمهم باللغة أقصر من شبري. إذا قيل ما إعراب هذا ووزنه، رأيت طويل الباع يقصر عن فتره، الفتر هذا. فلذلك يعني الإلمام أو دراسة مختصر من مختصرات اللغة من الأشياء المهمة بل والضرورية لمن يدرس علم القراءة. فلما نقول هدى وهديان وهوى هويان، هذا نقول على المقاييس الصحيحة للغة، لأنه في بعض ممكن الواو يجيب ياء والياء يجيب واو، لما نقول هذا الذي يثني تثنية صحيحة هو من لديه على الأقل إلمام باللغة. وبالسليقة هي تأتي إذا كانت السليقة سليمة، لكن الآن السليقة صارت دخلت عليها أشياء كثيرة. وإن رددت إليك، هذا بالنسبة للإسم، نعرف الإسم بأننا نثنيه. أما الفعل فكيف نعرفه؟ قال وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلك. يعني إن رددت الفعل إلى نفسك، إلى ضمير المتكلم، صادفت من هلك. المنهل هو المورد، المورد الذي يشرب منه الظمآن. فكأنك ارتويت إذا رددت الفعل إلى نفسك، فتقول سعى سعيت، وعصى عصيت، عصى عصيت. طب يعني متحمس انت للعصيان وقت صح صحيح، مثال صحيح. وقضى قضيت، ورمى رميت. ولو اضفتها الى المخاطب نفس الشيء، ها لو اضفتها الى المخاطب نفس الشيء، رميت سعيت قضيت كل واحد. طبعا والناظم رحمه الله اقتصر على هذين الضابطين للاسم والفعل. وقال الإمام أبو عبد الله الفاسي صاحب الآلة الفريدة وهو من الشروح القديمة النفيسة، قال ومما يعرف به أصل الفعل كذلك ألف الاثنين. مثلا أما أقول قضى، ممكن أحط فيها ألف الاثنين تصير إيه؟ قضايا، ها رمى، رميا، وهكذا. وكذلك المضارع، اما تقول رمى ها يرمي، والمصدر كذلك تعرف به هو الرمي، وسعى السعي. وانما اقتصر الناظم على ما ذكر اختصارا.
والمثنى احنا عرفناه في الاسماء. طيب ثم ذكر بعد ذلك أمثلة لما أصله الايه الياء، لما أصله الياء. قال هذا، وهذا إذا طبقنا عليها الضابط الذي ذكره تثنية الأسماء تكشيفها نقول إيه؟ هديت اشتريت هذا فعلا، وممكن تطبق عليه الضوابط الإضافية التي ذكرناها. الهوى الهويان، هداهم هديان اللي هي الهدى وفي هذا الذي ذكره يندرج تحت ما ذكر في البداية، حمالة ذوات الياء حيث تأصل. ثم ذكر نوعا آخر، فبالك هنا نوع آخر غير ما ذكر. قال وفي ألف التأنيث في الكل ميلة، ميلة هذه الألف لإيش؟ لحمزة والكسر. قال وفي ألف التأنيث في الكل ميلة، الألف التي تزاد في بعض الكلمات اللي هي اللي احنا نعبر عنها بالألف المقصورة، التي تزاد في بعض الكلمات إشارة إلى التأنيث، إشارة إلى التأنيث، هذه أيضا تدخل فيما يميله حمزة والكسائي، وليست هذه من الألف الأصلية التي ذكرت من قبل، هذا نوع آخر، هذا نوع آخر، وإلا لما كان لكلامه فائدة، لما كان لكلامه فائدة. قال وفي ألف التأنيث في الكل ميلة، وألف التأنيث تدخل خمسة أوزان، تدخل خمسة أوزان، أوزان صرفية، مش وزن الريشة والذبابة والثقيل وفوق الثقيل في المصارعة، لا، أوزان صرفية، تدخل خمسة أوزان صرفية. قال بيّن لنا هذه الأوزان الخمسة، قال وكيف جرت فعلا ففيها وجودها، وجود ماذا؟ وجود ألف التأنيث، وجود يعني ألف التأنيث تأتي في فعلة، كيف جرت؟ جرت يمين يسار؟ لا، احنا هنا في الأوزان الصرفية، يعني فعلة، ها؟ فعلة فعلة، يعني فعلة بأي حركات، سواء فعلة ها مفتوحة الفاء أو فعلة مكسورة الفاء أو فعلة مضمومة الايه الفاء. يبقى إذا كيف أتت أو جرت فعلة بأي صورة أو بأي وزن، سواء مفتوحة مكسورة مضمومة، فهي مما يميله ايه حمزة والكسر. لماذا اللي فعلة؟ ها؟ سلمى ايوه حلوه. الموتى مثلا، احنا انت جبت مثال رومانسي واحنا جبنا مثال يعني يذكر بالاخره. الموتى ومرضى يحيى ملحقه بها، ستاتي يحيى وموسى وعيسى قتلى. وخد بالك بالنسبه للموتى، عشان في بعض الناس يشتبه عليه، الموتى احنا اذا جاءت الميم في اول الكلمه رد الفعل الكلمه لاصلها، مثلا هنردها للمصدر مثلا او انه الفعل. الموتى مات، الميم موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. لكن مسمى الميم موجوده لما ردها للاصل ولا لا؟ اصلها ايه؟ سمى او سمى يسمو، يعني فيها كلام طويل في الاسم يعني. ف مسمى الميم مش موجودة أصلا، ما قلت سمى، إذا الميم الأولى هذه غير موجودة، إذا الميم هذه لما أجي أوزن الميزان الصرفي تطلع منه بره، يعني تقول إيه مفعل مثلا. لكن هنا الموتى الميم موجودة، إذا الموتى ها فعل. مرضى الميم موجودة، مرضى الميم موجودة في الكلمة أصلها، إذا تصير إيه فعل. فهذه في أمثلة أخرى، مثلا دعوة، مش دعوة، دعوة بالألف المقصورة،
نعم تقوى أحسن. أي طيب هذه كلها في الايه في مفتوحة الايه الفاء مكسورة الفاء ها مدامكم متحمسين تأتوا بالأمثلة يلا بسم الله. الشعر إحدى أحسنت ما شاء الله عبد الله له مشاركات قوية ها سيما ها سيما ضيزة وهكذا. طيب المضمومة دنيا بشرى أخرى قصوى وهكذا. إذن فعل على أي وضع جاءت مفتوحة مفتوحة الفاء سورة الفاء مضمومة الفاء فإنها تدخل في وفي اللي تنتهي بألف التأنيث وهذا مما يميله حمزة والكسائي يعني قل موتي مرضي ضيزي سيمي دنيي أخري وهكذا. طيب هل ألف التأنيث مقتصرة على هذه على وزن فعل المثلث؟ نقولون مثلث يعني الفاء تضم وتفتح وتكسر. لا قال وإن ضم أو يفتح فعال فحصله. هذا مما يعتبر من ألفات التأنيث التي تزاد في نهاية الكلمة. في عندنا وزنان آخران احنا قلنا فعل مثلث الفاء. أما في عندنا قال وإن ضم أو يفتح فعال فحصله. ما في فعال ها ما في فعال في ضم وفتح بس فعال على وزن فعال أو فعال فعال مثل يتامى نصارى أيامى. طيب المضمومة فعال مثل سكارى أسارى كسالى فهذا أيضا مما يميله حمزة والكسائي رحمهما الله يقولون مثلا سكاري كسالي كساري نصاري يتامي أيامي. وكيف جرت فعلا ففيها وجودها وإن ضم أو يفتح فعالا فحصلها. إذا إحنا مر بنا النوع الأول اللي هو المنقلب عن إيه يا أصلية والنوع الثاني اللي هو ألف التأنيث بأوزانه الخمسة فعل مثلثة زائد ها فعال وفعال. قال وفي اسم في الاستفهام وفي اسم الجملة على إيش يعني تجري الإمالة أيضا يعني في اسم في الاستفهام أي تأتي الإمالة أو أمال حمزة والكساء ما أتى في اسم في الاستفهام أن وفي متى أن هذا اسم من أسماء الاستفهام وفي متى أن شبيه بفعل شبيه بفعل وليس فعل لكن شبيه بها رباعي. وفي متى متى هذه فيها كلام هل هي يعني أصلها يائي ولا أصلها غير يائي والأكثرون على أن أصلها يائي وفي بعضهم يقول هذه مجهولة الأصل مجهولة الأصل. وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا يعني معا الاثنين الاسمين دول أن ومتى. وعسى أيضا أمالا وعسى أيضا أمالا عسى عليها اسم ولا فعل ولا حرف ها فعل طبعا من أفعال الرجاء أفعال الطلب والرجاء والشراء من أفعال الرجاء. وعسى أصلها لها فهل عسيتم إن توليتم أو عسيتم في قراءة نافع تظهر فعلها وبالتالي فهي مما يمال. واحد يقول طب ليش ذكرها لأن فيها يعني ليش خصها بالذكر خلاص ما تدخل في وإن رددت إليك الفعل لأن هناك البعض نازع في أنها حرف والحروف لا تدخلها الإمالة في الغالب الأعم الحروف لا تدخلها الإمالة في الغالب الأعم
يعني هذا الأصل في الحروف ألا تدخلها الإمام. لكن هو ذكر ذلك لأن بعض كبار النحويين كابن السراج قال إنها حرف، وقالوا إن هذا وهم منه رحمه الله، والأكثرون على أنها فعل، بل الصحيح أنها فعل. لكن أيضا ربما ذكرها لأن ليس فيه لها تصريف كثير، يعني ليس لها تصريفات منها، فهي أقرب يعني إلى وضع الحروف، فإن الحروف لا تتصرف، وهي لها تصريف لكنه تصريف قليل، فلذلك ذكرها هنا لأن البعض قد يتوهم أنها مشبهة للحرف فلا تمام. قال وقل بلى، وهذه من الحروف القليلة التي أميلت، لأن بلى حرف، بلى حرف. ولا أعلم فيه نزاع، إن في بعض يعني قال إنه غير حرف، لا. وهذه من الحروف القليلة جدا التي أميلت، لأن احنا عارفين طبعا أن الكلمة تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، ولا يقصد هنا بالحرف اللي هو ألف باء تاء ثاء، لا، هذه حروف اللي هي تقسيمات الكلام، تقسيمات الكلام. فبلى من الحروف، حرف جواب، حرف جواب. قالوا لأنها أشبهت الاسم، لأنها أشبهت الاسم، لأنها أحيانا تقوم مقام الاسم. قال وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على. ذكر أن ما رسم في المصاحف بالياء الأصل فيه أنما، الأصل أن كل ما رسم بالياء أنما. طبعا رسم الياء اللي احنا نقول عليه الآن الألف المقصورة، اللي احنا نسميه الآن الألف المقصورة، ولا يقصد بالياء الياء، ها، لأن الياء اللي هي بتنطق ياء ليس فيها إمالة، لأنها فيها ما هو أكثر من الإمالة، صح؟ لأن احنا الياء الإمالة بنقرب الفتحة إلى الكسرة والألف إلى الياء، اللي فيها ياء أصلا خلاص مش محتاجة إمالة، لكن نقول رسموا بالياء اللي هي شكل الياء اللي احنا الآن نقول نسميها بالألف المقصورة. وما رسموا بالياء يمال، يعني كل ما رسم بالياء يمال عند ايه؟ أصحابه. طبعا في مستثنيات وفي إيرادات على بعض الكلمات، لكن هذه القاعدة الايه؟ العامة، القاعدة العامة أن أصحاب الإمالة حيث رسمت الكلمة بالياء اللي هي الألف مقصورة الآن في اصطلاحنا فإنهم يميلونها. قال غير استثنى من ذلك خمسة كلمات، استثنى من ذلك خمسة كلمات. غير لدى، لدى طبعا رسمت مرة بالألف ورسمت مرة بالإيه؟ بالياء. لدى الحناجر اختلف في رسمها، لدى الحناجر الكاظمين في سورة غافر فرسمت في بعض المصاحف بالألف وفي بعضها بالإيه؟ بالياء. أما لدى الباب في يوسف فرسمت بالألف، لدى الباب رسمت بالإيه؟ بالألف. غير لدى وما زكى، زكى فعل واوي، فعل واوي، لأنه إلا أنه رسم بالياء، لأن تقول زكى زكوت احنا مش نتكلم عن زكى، عشان واحد يقول زكى زكيته، انا ما بتكلمش عن زكى. خد بالك الموازين الصرفيه دقيقه، لا تحط حرف زياده ولا تنقص حرف ولا تشدد حرف، نقول زكى نوزن على زكى، زكوت. طبعا في بعض يقول زكوت زكيته وبكيف، لكن هي واويه، ها، رغم انف من يقول زكيته، هي واوية وليست يائية، فهي زكى زكوت واو يزكو. ولذلك بعضهم علل يعني
كتابة الزكاة في المصاحف بالواو إن أصلها إيه؟ أصلها واو، يعني هذا مما علل به. فرغم أن كلمة لدى رسمت في أحد المواضع بالياء، وكذلك زكى رسمت بالياء رغم كونها إيه؟ واوية، فإنها لا تمال، لا تمال، لا زكى ولا لدى، لا تمال عند أحد ولا تقلل عند المقللين. ثم ذكر بعد ذلك ثلاثة حروف أيضا رسمت بالإيه؟ بالياء. احنا خلينا على استراحة المتقدمين نقول له الياء بلاش الألف مقصورة، وإلى من بعد حتى وقل عنه. طبعا احنا من بعد هذه مش داخلة في الموضوع، ها؟ وإلى كلمة إلى حرف جر، وحتى وعلى، فهذه الحروف الثلاثة رسمت بالياء في المصحف لكنها ليس مما يمل، لا يمله أحد من القراء، رغم أن إلى وعلى يظهر فيها الياء في نسبتها للضمير، صح؟ تقول إليك وإليهم، وتقول على عليهم، ولكن قلنا إن الإمالة في الحروف ضعيفة جدا، لا توجد إلا في النادر، يعني لا توجد إمالة في الحروف عموما إلا في النادر جدا زي بلا، وتأتينا بعض الأشياء. فالإمالة في الحروف نادرة جدا. أما حتى فهي حرف أيضا وليس مما يمال، يعني لا نريد أن نتوسع في بعض المسائل الصرفية حتى لا نخرج عن المقصود الأساسي. إذن فكل ما رسم من الحروف من الكلمات بالياء في المصاحف فإنه ممال لحمزة والكسائي، وهناك بعض التفصيل أحيانا يميل الكسائي ولا يميل حمزة، يعني في الأكثر أن الكسائي أكثر إمالة، هناك بعض التفاصيل، لكن نقول القاعدة العامة والأصل أن كل ما رسم بالياء في المصحف فإن حمزة والكسائية يميلان، إلا لدى وزكى وإلى وحتى وعلى، فهذه الإيه الكلمات لا تمال رغم رسمها بالإيه بالياء. قال رحمه الله: وكل ثلاثي يزيد فإنه ممال كزكاها وأنجى مع ابتدى. إذا كان الفعل ثلاثيا واويا، إذا كان الفعل ثلاثيا واويا ثم زيد، زيد يعني أصبح بدل الثلاثي أصبح إيه؟ رباعي أو خماسي أو سداسي، في سباعي؟ ها؟ نعم. إذا تحول الفعل من الثلاثي إلى الرباعي أو الخماسي أو السداسي، حتى لو كان في أصله في الثلاثي واويا فإنه يتحول إلى يائي بهذه الزيادة، يتحول إلى يائي بهذه الزيادة. نأخذ مثال أو نأخذ من الأمثلة التي ذكرها المغرب، زكاة، احنا قلنا زكا زكا بس مخففة زكوت، لكن زكا زك زك كيف، أنجى نجا نقى، نقول نجا نجوت كده، لكن أنجى أنجي أنجيت أنجيناكم، مش نقول أنجيناكم وأنجيتكم، تظهر فيها الياء، ها؟ نقول أنجيناكم وأنجيتكم، فظهرت فيها الياء، ظهرت فيها الياء، إذا تحول بالزيادة من الواوي إلى الياء، هذا قاعدة عامة. وأنجى مع بتلا، بلا اللي هو الفعل وليس الحرف وليس بلاء، ها؟ بلا بلا بلوت ليبلوكم، ها؟ أيكم أحسن عمل، يبلو ظهرت فيه الواو
ظهرت فيه الايه الواو. لكن امتلا ابتليت ابتلينا ها ابتلي لان ما. طيب اذا اذا تحول الفعل من الثلاثي الى الرباعي ايا كان، اذا من فعل الثلاثي الرباعي او الخماسي او الثلاثي ايا كان لا ننظر لاصله، لانه بهذه الزياده بتحوله الى الرباعي او الخماسي او السداسي تتحول واوه الى ياء، تتحول واوه الى ياء يعني في التصاريف الاخرى. وكذلك يدخل فيها الفعل اذا بني لما لم يسمى فاعله حتى لو كان ثلاثيا. كيف يعني؟ ما الذي لم يسمى فاعله؟ يقولون المبني للمجهول. المبني المجهول هذه عبارة المتأخرين وعبارة المتقدمين أولى. لماذا؟ لأن مثلا قد يكون الاسم الكريم لفظ الجلالة الله عز وجل قد يكون في بعض سياقات الآيات ها هو يعني الذي لم يسمى فاعله في هذا الموضع. مثلاً أذن للذين يقاتلون، فالفاعل هنا على قراءة البناء لم يسمى فاعله ها غير موجود. احنا نقول ايش مبني للمجهول الفعل مبني للمجهول. لا الأولى نقول لما لم يسمى فاعله لم يذكر الفعل لم يذكر وليس مجهولاً وإنما هو لم يذكر فقط. يلحق بالمزيد يلحق بالمزيد كذلك الفعل إذا بني لما لم يسمى فعل. تدعى هنا إيش الآية تدعى إلى كتابها دعا دعوت صح هذا فعل ثلاثي ويبقى مع المضارع الثلاثي ما يتحول بالمضارع إلى رباعي. لكن لو نقول تدعى يميلها حمزة والكسائي هذا ألحقوه بالمزيد في هذا الايه السياق ذكره كثير من الشراح وهو صحيح، ومن قرأ السبعة يعرف أن هذه الكلمات أما لها تتلى إذا تتلى عليه تلا ها تلوت، لكن لما نقول إذا تتلى عليهم نميلها لحمزة والكسائي ولا لا؟ قراء السبعة والعشرة نميل نقول إذا تتلي عليهم أو عليهم، فهذا أيضا مما يلحق به. والناظم رحمه الله مثل للأفعال فقط، يعني الأمثلة التي ذكرها كلها ها الأمثلة التي ذكرها كلها للإيه للأفعال. طيب هل يدخل أسماء إذا زيدت؟ نعم تدخل، يعني مثلا دنا دنوت صح، لكن أدنى الآن صار فعل اسم بس مزيد، يعني صار مزيد بالألف ها الأدنى ها أدنى مش أدنيته أدنى اللي هو عكس الأقصى ها القريب يعني فأصبح الاسم مزيدا وعلى وزن أفعل وليس على فعل كما يظن بعض الناس وأحيانا يقللها لأبي عمرو مثلا. لا أدنى أفعل لأنه أصله دنا الهمزة هي اللي مزيدة الهمزة هي التي زادت فتدخل في الميزان همزة تصير بدل فعل تصير إيه أفعل فأدنى زيدا فهل يدخل في وكل ثلاثين يزيد؟ نعم ومثل للأفعال لكن الشراح نبهه إلى أن الأسماء تدخل كذلك أدنى ومسمى مثلا ونحوها. وقد مثل الناظم رحمه الله بالماضي في كل ما ذكر ويدخل المضارع والاسم كذلك كما نبه على ذلك ابن القاصح والقاضي في شرحهم. هنا ذكر الشيخ القاضي في الوافي خلاصة مهمة قال الألف تمال إما لانقلابها عن الياء الأصلية التي ذكرناها وإن لم ترسم ياء في المصاحف.
مثلا فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني. عصاني كيف تكتب؟ ألف، مرسومة بالألف، لكن هي لما نردها الأصلها تطلع إيه؟ يا يعني حتى لو رسمت بالألف، حتى لو رسمت بالألف فإن رسمها بالألف لا يضير لأن هي أصلها الياء. قال الألف تمال إما لانقلابها عن الياء وإن لم ترسم ياء، وإن لم ترسم ياء في المصاحف، وذلك بوقوع الياء في أحد تصاريفها. وقلنا لا يشترط أن تقع في الماضي أو في المضارع، قد تقع مثلا في الأمر، قد تقع في المصدر، فالمهم أنها تقع في أحد التصاريف. وإما لكونها دالة على التأنيث، هذا ملخص اللي سبق، يا إما لانقلابها عن الياء حتى ولو لم ترسم ياء، وإما لكونها دالة على التأنيث فعل 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 فعال فعال، وإما برسمها ياء في المصحف وإن كانت مجهولة الأصل كما ذكروا في متى، أو منقلبة عن الواو، وهذا قليل يعني مالت ما انقلب عن الواو لكنه رسم في المصحف بالياء، مثل الضحى وسجى وعلى تفصيل سيأتي بين حمزة والكسائي. طيب ننتقل بعد ذلك إلى ما اختص به الكسائي عن حمزة، يعني هذا الذي سبق ما اتفق عليه حمزة والكسائي، أما من فرد به الكسائي فسيأتي في الأبيات التالية. نعم طيب قال الإمام الشاطبي، قال الإمام الشاطبي رحمه الله: ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا، وفيما سواه للكسائي ميلا، ورؤياي والرؤيا ومرضات كيفما، أتى وخطايا مثله متقبلا، ومحياهم أيضا وحق تقاته، وفي قد هداني ليس أمرك مشكلا، وفي الكهف أنساني، ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلا، وفيها وفي طاسين آتاني الذي أذعت به حتى تضوع من دلا، وحرف تلاها مع طحاها وفي سجا، وحرف دحاها وهي بالواو تبتلا. وعليكم. هذا مما اختص به الإمام الكسائي رحمه الله تعالى عن شيخه حمزة. قال ولكن أحيا عنهما بعد واوه، واحد يقول عنهما حمزة والكسائي، ليش نقول ما اختص؟ لأنه وضع ضابطا وقيدا. قال ولكن أحيا عنهما، أي عن حمزة والكسائي، بعد واوه. إذا اقترنت كلمة أحيا بالواو فقط فإنهما يميلان هذه الكلمة، وهي جاءت في موضع واحد في قوله تعالى وأنه هو أمات وأحيي في سورة النجم، أمات وأحيي فقط. بقية المواضع يا إما أنها تجردت من أي حرف، أو أنها اقترنت مثلا بالفاء، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيا به الأرض بعد موتها ونحو ذلك. فهذا إذا اقترنت بالواو، قال ولكن أحيا عنهما، أي عن حمزة الكسائي بعد واو. إذا جاءت الواو أمال هذه اللفظة، وهي في موضع واحد في سورة واحدة. أما إذا تجردت من الواو سواء اقترنت بالفاء أو لم تقترب، فإن الكسائي وحده هو الذي يميل، يعني كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، لا يميلها حمزة وإنما يميلها الكسائي فقط، يقول فأحييكم الكسائي، أما حمزة لا. لماذا؟ لأنه قال بعد واوه، لأنه قال بعد واوه، إذا تجردت من الواو فيميلها الكسائي. قال وفيما سواه، فيما سوى الواو
للكسائي مهينة. انفرد الكسائي رحمه الله تعالى بإمالته. طيب ايش اللي رجعنا؟ احنا رجعنا ورؤياي والرؤيا، هذا يعني مما انفرد بإمالته الكسائي. قال ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى وخطايا مفلوم متقبلا، هذا معطوف على ما انفرد به الكسائي. قال ورؤياي المضاف للياء، لأن المضاف للكاف له حكم آخر سيأتي، المضاف للكاف رؤياك هذا له حكم سيأتي. أما قال ورؤياي أي المضاف للإيه؟ للياء. أفتوني في رؤياي، رؤياي هذه يمينها الكسائي فقط دون حمزة، والرؤيا الإيه؟ المعرفة، الرؤيا ومرضات كيفما أتى، يقصد بمرضاته كيفما أتى يعني منصوبة ومجرورة، ما أظنها جاءت مرفوعة في القرآن، إن كانت جاءت مرفوعة فليدلنا أحد على ذلك. تبتغي مرضات أزواجك، هذه إيش؟ منصوبة. ابتغاء مرضاتي مثلا مجرورة، والأكثرها جاءت مجرورة، فسواء جاءت منصوبة أو مجرورة كلمة مرضى فإن الكسائية وحده هو الذي يريد مرضيه. كيفما أتى المقصود مش كلمة أتى، لا، كيفما أتت كلمة إيش؟ مرضى. وخطايا مثله متقبلة، وخطايا كلمة خطايا يميلها الكسائي دون حمزة، سواء كانت مجردة عن الضمير أو مع الضمير، خطاياهم خطاياكم خطاييكم. وطبعا القراءة سنة متبعة، لا يأتي واحد يقول طب الحوايا نأخذها مع الخطايا يلا على الوزن، لا، القراءة سنة متبعة. وحمزة أمال الحوايا ولم يمل خطايا، فهذه لأن هذه روايته لا اجتهاد له فيها، وما قرأ قارئ شيئا إلا بالأثر، ومن قرأ بغير الأثر لم تقبل الأمة قراءته، كما حدث مع ابن شنبوذ وابن مقسم، يعني بعضهم اجتهد في قياسات على مقتضى اللغة وردت الأمة ذلك وأنكرت عليهم أشد النكير، فالقارئ لا يقرأ إلا كما تلقى. مثلا أعمى في الإسراء، أبو عمرو يميل الأولى ولا يميل الثانية كما سيأتينا، ورغم ان هما الاثنين عمي زي بعض، ها عميان كلهم عميان، لكن امل الاولى لانه هكذا روايته ولم يمن الثانيه، فهكذا الروايه، القراءات روايه لا اجتهاد فيها. قال ورؤياي مما انفرد به الكسائي رحمه الله، لفظه رؤياي المضافه للياء والرؤيا ومرضات وخطايا، ومثله متقبلة أي تقبل القراء هذا النقل للكسائي رحمه الله. ومحياهم أيضا، محياهم المضافة للهاء ضمير، وكذلك محياكم، لا محياهم فقط، محياهم أيضا وحق تقاتيه يميلها الكسائي، محياهم وحق تقاتيه تقيته محييهم، وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة، من الألفاظ التي يميلها الكسائي كلمة قد هداني اللي هي في سورة الأنعام، قيدها بقد وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به في قصة إبراهيم عليه السلام، غير قل إنني هداني ربي أو لو أن الله هداني، هذه لا تدخل لأنه قيدها بإيه؟ بقد. قد هذه ليست اعتباطا وإنما هي قيد، وإنما هي قيد. فالتي انفرد الكسائي رحمه الله بإمالتها من كلمة هدا هي التي وردت في سورة الأنعام بقد، مسبوقة بقد،
لكن قل إنني هداني ربي، أو لو أن الله هداني يملوا حمزة والكسائي على قاعدتيهما. لو أن الله هديني، قل إنني هديني ربي، هذه يملوا حمزة والكسائي على أصليهما. أما هنا الذي اختص بملاذ الكسائي وقد هدان، وقد هدان. إذن عندنا في البيت هذا كم لفظ؟ ثلاثة: محياهم، وحق تقاتل، وقد هدان المقترن بقد. وفي الكهف أنسان، ففي سورة الكهف أمال الكسائي أيضا كلمة إيش؟ وما أنسانيه، أنسيني، لأن طبعا حفص هو الوحيد الذي يضم الهاء، أنسانيه حفص هو الوحيد الذي يضم الهاء في هذه الكلمة. فحمزة وغيره يقول أنسانيه بالكسر الهاء. أما الألف فيميلها الكسائي وحده، وفي الكهف أنسان، وما أنسيني، أنسيني. ومن قبل جاء من عصاه، ليش قال ومن قبل؟ لأنها في سورة قبلها، لأنها وردت في سورة قبلها سورة إبراهيم، ومن عصيني فإنك غفور رحيم، وردت في سورة أتت قبل ذلك في ترتيب المصحف الشريف. هذه اللفظة أيضا ممن فرض الكسائي رحمه الله بإمالتها. وأوصاني بمريم، أوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة، فهذه أيضا مما اختص بإمالته الكسائي، وأوصيني بالصلاة والزكاة. إذن عندنا كم لفظة؟ أنساني، أنساني، عصاني، وأوصاني. ولا تدخل فيها وصى ولا أوصى، ها؟ الأخرى، وقال بمريم أوصاني بهذا اللفظ، أوصاني بمريم. وفيها وفي طاسين آتاني الذي، لأننا ننبه بكلمة لا تدخل فيها أوصى ووصى في مواضع أخرى لا نقيس، لا تأتي على لفظة وتقول نقيس عليها الباقي، لا، هذه ليست قاعدة، هذه ألفاظ مخصوصة، هذه ألفاظ مخصوصة. قال وفيها في إيش؟ آخر سورة جاءت مريم. وفي طاسين، إيش طاسين؟ النبل اللي تبدأ بطاسين، النبل. عارفين اللي قرأ سورة النمل في ركعة فتضجر المأمومون، ثم بدأ استفتح الركعة الثانية بسورة الفيل، فطبعا يعني قالوا النمل قاعد فيها نص ساعة يقرأ، إذن الفيل كيف بذلك يعني، فهرب نصف المصلين وراء الإمام. قال وفيها وفي طاسين، أي سورة النمل، آتاني الذي، في سورة طاسين اللي هي سورة النمل، آتاني الذي، آتاني هي آتاني، أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاني، هي الذي ليست تبع آتاني، الذي أدعت بهذا جملة جديدة، فهي في قوله تعالى فما آتاني الله خير مما آتاني. حمزة الكساء يميل فما آتاني الله، لأنه طبعا آتاني الياء هذه تفتح لبعض القراء ولا تفتح للكساء. آتاني الله، آتاني الله خير مما آتيكم. وخد بالك آتاني منصوص عليها، أما آتاكم الثانية يميلها حمزة الكسائي، يعني هو نص على كلمة إيه؟ آتاني. أما آتاكم تمشي على القواعد، تمشي على القواعد التي ذكرت في بداية الباب. ودائما
طريقة الشاطبي وطريقة المصنفين عموما يأتي دائما بالمسائل الأمهات في البداية، وحمزة منهم الكساء أمال ذات كذا، وفي ألف التأنيث بالكل، هذه تعتبر مسائل أمهات أصول الباب، ثم بعد ذلك يأتي بتفريعات استثناءات هنا وانضمام قراء آخرين وهكذا، كما سيأتي بعد ما يخلص من حمزة والكسائي. بعد كده يأتينا بما وافق فيه بعض القراء حمزة والكسائي. قال: وفيها وفي طاسين، أي في مريم، آتاني الذي أدعت به. في طبعا في سورة مريم آتاني موضعها ما هو؟ آتاني الكتاب. آتاني الكتاب وجعلني نبيا، آتاني الكتاب، فهذا ممن فرض به الكتاب. وكذلك في طاسين في سورة النمل: فيما فما آتاني الله الله خير منه. إذا الموضعان موضع في مريم وموضع في طاسين. قال: الذي أدعت به. عندك مداخلة؟ في أي موضع؟ لا تدخل، هذه منصوص عليها بس. التي نص عليها: الذي أدعت به، أي نشرته وأعلمتكم به من الإذاعة. أقول الإذاعة، هذه أذاعة وذيع. أدعت به حتى تضوع مندلا. التضوع هو فوق العبير، والمندل هو العود الهندي ورائحة طيبة. في كتاب من كتب اللغة اسمه العود الهندي، مر بكم؟ ما في معنى. طيب، قلنا ايش؟ وفيها وفي طاسين. وذكر بعد ذلك حروفا اخرى ممن فرد الكسائي رحمه الله بإمالته. قال: وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى، وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. ممن فرد بإمالته الكسائي رحمه الله هذه الأحرف: حرف تلاها، والقمر إذا تلاها، ووطحاها في سورة الشمس، وفي سجى في سورة الضحى والليل إذا سجى، وحرف دحاها في سورة دحاها بعد ذلك دحاها. وهذه الكلمات الأربعة واوية الأصل، ومع ذلك فإن الكسائي رحمه الله أمل هذه الكلمات الأربع كما سيأتي فيما بعد كي تتعدل، يعني مشى فيها بالإمالة، لأن السورة كلها مشية بالإمالة، فألحق بها كذلك ذوات الواو حتى تسير السورة كلها على وتيرة واحدة. يعني والشمس وضحاها، أصل ضحاها أيضا واوية، ضحاها أصلا واوية، والقمر إذا والنهار إذا جلها يائية، القمر إذا جلها والليل إذا يغشاها يائية، فمشى مع الواو كذلك على نفس النسق حتى تصير السورة على نسق واحد وعلى إيقاع واحد. وهي هكذا روايته، لكن نحن نذكر العلل، لكنها روايته هكذا. فإذا هذه الكلمات، ولذلك نص عليها الشاطبي قال: وهي بالواو إيش تبتلى. هذه الكلمات رغم أنها واوية، إلا أن الكسائي رحمه الله أمالها، تلاها وطحاها سجى ودحاها، أربع كلمات. وأما دائما لما يأتي وأما يصير يعني فيه اختلاف. وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها اثنين. من الاثنان؟ حمزة والكسائي. وهي بالواو تختل. ها؟ ما قرأنا. كيف؟ ما قرأنا. ما قرأنا؟ طيب تفضل اقرأها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشاطبي رحمه الله:
وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم ومحياي مشكات هداي قد انجلى ومما أمالاه أواخر آيما بطاها وآي النجم كي تتعدلا وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفي اقرأ وفي والنازعات تميلا ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منها لأفلحت منهلا. بارك الله فيك. فيكم بارك. قالوا أما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها. ولماذا نص على هذا؟ قال وهي بالواو ولا تختل. بالواو بس وبالواو, وبالواو تختل. هذه الألفاظ الأربعة واوية والأصل أنها لا تدخل فيما يميل وحمزته والكسائي وإنما أمالها أيضا يعني ثلاثة منها لمراعاة الفواصل والربا فيها كلام طويل وعريض ولذلك حتى رسمت في المصاحف أكثرها بالواو أكثرها رسمت بالإيه؟ بالواو. فهذه الكلمات أصلها واوية لكنها مما أماله حمزة والكسائي. قالوا أما ضحاها لأنه قبل ذلك ذكر بعض الألفاظ الواوية التي اختص بها بإمالتها الكسائي فعطف عليها ما اتفق عليه من الألفاظ التي أصلها الواو. قالوا أما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالها يعني قل ضحيها الضحي الربي القوي. طبعا في تعليل كل واحدة لها مباحث يرجع إليها في المطولة. وبالواو تختلى الأصل في الاختلاء هو القطع يعني لما تقطع النب أو الحشيش الذي ينبت والأشياء التي تنبت في الأرض على بغير زراعة النباتات البرية هذا مما يقولون اختلاء كذا. وفي الحديث لا يختلى خلاها في مكة فهذا الزرع الذي ينبت بدون دخل من الإنسان زراعات برية ولا يسوغ تسميتها عند بعض العوام نباتات شيطانية لأنها ليست نباتات شيطانية وإنما نباتات برية لم يتدخل فيها الإنسان فتختلى أي أنه قطع أي أن أنهما قطع اقتطع هذه الكلمات الأربع من بين الألفاظ الواوية فأملها أي أن حمزة الكسائي رحمه الله اختصوا هذه الكلمات فقطعوها من الواوي وأمالها أو أمالها. ثم ذكر بعد ذلك بعض الألفاظ اليائية التي اختص بإمالتها الدوري عن الكسائي وكان الأليق لهذا البيت أن يأتي بعد وحرف تلاها مع طحاها كان الأليق أن يأتي هذا لأنه دخل الآن حمزة الكسائي ورجع تاني لجزء من الكسائي نصف الكسائي. قال ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم وحفص هنا هو الدوري وليس حفصنا حفص بن سليمان ابن المغيرة هذا ليس المقصود اللي هو راوي عاصم هذا ليس راوي عاصم وإنما هذا هو حفص الدوري راوي الكسائي وطبعا راوي أبي عمرو لكن المقصود هنا راوي الكسائي. ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم حفص هنا حفص الدوري أي أن حفصا الدوري رحمه الله أمال هذه الألفاظ رؤياك المضافة للكاف. لماذا نقول مضافة للكاف؟ لأن مر بنا رؤياي والرؤيا هذا مما يميله الكسائي فقال رؤياك أي المضاف للكاف مع مثواي أي المضاف للياء لأن في مثواكم وفي مثواه
ورؤياك مع مثواي عنه لحفصين ومحياي مشكات هدايا قد انجلى. محياي أيضا المضافة للياء، مشكاة لم تضف لشيء، هدايا المضافة للياء. ليش نقول المضافة لكذا لأي لضمير معين؟ لأن ما أتى على غير هذا قد يكون ممانا للكسائي وحده كما في رؤياي والرؤيا، وقد يكون ممانا للاثنين، وقد يمان مثلا زي محياهم تمان للكسائي فقط. مثواكم مثواه هذه تمان للاثنين، هداهم تمان للاثنين. وإنما الذي اختص به حفص الدوري عن الكسائي هو إمالة هذه الألفاظ كما وردت في البيت، لا نخرج عنها إلى قياسات. ورؤياك المضاف للكاف مع مثوايا المضاف للياء، محيايا عنه لحفصهم ومحيايا، محيايا ومماتي، محيايا عنه ومحيايا مشكات المشكي، هدايا هدية، هذه مما اختص بالدوري عن الكسائي. أما الأخرى التي أضيفت إلى ضمائر أخرى فإنها على حسب ما ذكر، يا إما أنها ممالة للكسائي بتمامه الإمام، أو ممالة لحمزة والكسائي معا. قال ومما أمالاه، رجع تاني للاثنين، ولذلك قلنا البيت هذا كان أليق يرفع قبل وأما ضحاها. قال ومما أمالاه أي حمزة والكسائي أواخر آي ما بطاء وآي النجم كي تتعدلا، من الذي أماله حمزة والكسائي رحمهما الله أواخر آي ما بطاء. هذه يسموها القراء، مشهورة عند القراء بالسور الإحدى عشرة، هذه السور أكثرها ينتهي بياءات مما يمال. قال ومما أماله يدخل فيما أماله أواخر آي ما بطاها وآي النجم، طاطيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشى، وهكذا. هذه كلها تمال. السور نذكرها سريعا ثم نمثل لها ونذكر بعض التقييدات. بطاها وآي النجم، سورة الإيه؟ النجم. وذكر العلة، قال كي تتعدل أي كي تسير السورة على وتيرة إيه؟ واحدة، فيدخل فيها بعض الكلمات الواوية مما أملاه كي تتعدل الإيه؟ السورة على شكل واحد في قراءتها. وفي الشمس والأعلى، السور بقية السور احنا قلنا طه والنجم، وفي الشمس والأعلى وفي الليل سورة الخامسة، والضحى وفي اقرأ سورة العلق، وفي النازعات تميلا في سورة النازعات، ومن تحتها تحت النازعات ماذا؟ عبسة. من تحتها أي من تحت سورة النازعات أي سورة عبسة، ثم القيامة، ثم في المعارج يا منهال أفلحت منهلا. إذن هذه السور الإحدى عشرة يميل أواخرها حمزة والكسائي، طيب هل كل الأواخر؟ طيب احنا على وشك الانتهاء، من عنده سؤال يسجل. هل كل أواخر السور هذه يميلها حمزة الكسائي؟ لا طبعا، فهناك ماذا يقبل الإمالة بحال، يعني مثلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق هذه ماذا سأميل فيها؟ ها؟ لا تقبل الإمالة بحال. مثلا في سورة سأل سائل بعذاب واقع، ماذا أميل؟ ما أميل شيء. أي
طبعا يقصد بذلك أي ما يقبل منها الإمالة، يعني أواخر هذه الصور مما يقبل الإمالة، فيخرج منها أولا ما لا يقبل الإمالة بحال، وثانيا اللي يتوهم فيها ألفات التنوين، ألفات التنوين، مثلا إن الإنسان خلق هلوعا، هذه ألف تنوين عوض عن التنوين، هذه لا تدخل، فلا تسمع إلا همسة وأمتة ونحوها، أتيناك من لدنا ذكرى، ذكرى المنونة من ذكرى اللي هي فيها ألف تنوين، فهذه أيضا مما لا يقبل الإمالة بحال. إذا يستثنى من أواخر الصور الأحدى عشر ماذا؟ أولا ما لا يقبل الإمالة بحال، وثانيا ما كانت ألفه منقلبة عن تنوين، وثالثا ما نص على استثنائه، إذا نص على استثناء بعض الفواصل أو ختام الآيات زي ما قال وحرفه تلاها، هذه فاصلة سورة الشمس، هذه ذكرها للكسائي وأخرج منها إيه؟ حمزة. إذن ثلاثة مستثنيات تدخل على هذا، أولا ما لا يقبل الإمالة بحال، ثانيا ما كانت ألفه منقلبة عن تنوين، وثالثا ما نص على استثناء. المنهال هو المعطاء، يا منهال أفلحت منهلا، المعطاء أي الرجل كثير العطاء. ومما أمانها وأواخر آيما بطاها وآي النجم كي تتعدل، وفي الشمس والأعلى، وفي الليل والضحى، وفي اقرأ وفي والنازعات تميلا، ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج، يا منهال أفلحت منهلا. سيذكر بعد ذلك بعض الألفاظ التي شارك فيها حمزة والكسائية بعض القراء، سيذكر بعض الألفاظ مما شارك فيه حمزة والكسائية بعض القراء فأمالها، سواء كانت إمالته صغرى أم كبرى، وهذا قد لا يتسع له المقام، ونرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن كان هناك أسئلة سريعة، الأصل تكتب، لكن يلا تفضل. لا، فيها خلاف، وهذا يرجع إليه في يعني علم العد، وهي تؤثر أكثر مع أبي عمرو وورش. أما حمزة والكسائي فالأصل أنهما يميلان هذه الفواصل، لكن التأثير الأكثر يكون لورش وأبي عمرو كما سيأتي في تفصيل باب الفتح والإيمان. أيوة تفضل يا شيخ. أين نجد هذا؟ نعم، الرؤيا خلف العاشر، احنا لا نتكلم عن الثلاثة، من الآن نتكلم عن حمزة، بل نتكلم عن السبعة. ما أتى في ذكر إشارة إلى المقلين والمكثرين من القراء فهذا لا يلزمنا، احنا نتكلم عن المنظومة، عن الشاطبي. أما خلف صحيح أنه يميل الرؤيا المعرفة، لكن خلف العاشر اللي هو ليس راوي حمزة وإنما في اختياره، هذا ليس موضع حديثنا. أما حمزة فلا يميل الرؤيا، لا معرفة ولا منكرة ولا مضافة للضمير لأي ضمير، يعني كل الرؤيا لا يميل. غيره خلاص، انتهت الأسئلة. طيب، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا. يعني رجاء الانتهاء من الفطور سريعا حتى يتسع الوقت للاستبانة، يا ريت بسرعة تشوف له أي، إذا ما كانش طالع الاستبانة أقول له 54 مسكين. مين؟ أهم حاجة ما تشخطش، ما تعملش أصوات، يجوز إنك تنام شوية.